بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأسس التي يجب أن تراعى لأجل حركة عالمية تنتهي إلى دولة عالمية إسلامية تحتوي على 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. ذكرنا من الأسس التوعية والتنظيم وأصول الحركة العامة، وهذه الأيام كلامنا في الأساس الرابع وهو السلام، وهذه الحلقة حول السلام في داخل الحركة التي تريد الانتهاء إلى حكم 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. السلام في داخل الحركة تلازم أمرين، حتى أنه إذا لم يكن ذان الأمران الحركة لا تنتهي إلى مفعول جيد، وإنما تبقى حركة ضحلة ضعيفة. فكثير من الحركات التي سادت ثم بادت لأنها لم تكن لها مقومات الحركة الواقعية، سواء في عالمنا الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، لأن الحركة إذا لم تكن لها مقومات فإن الحركة تنتهي إلى الفشل. ولذا الواجب على الحركة أن تراعي هذين الأمرين من بدء تكوينها كي تنتهي إلى الضخامة المطلوبة المنتهية إلى دولة إسلامية عالمية. الأمران هما الانتخابات الحرة في داخل الحركة، والتكافؤ القوى في داخل الحركة، يعني أن الحركة طبيعيا تتشقق إلى شقوق كما هي عادة الحياة، وهذه الشقوق يجب أن تكون بينها التكافؤ والتوازي والتساوي، حتى لا تتمكن فئة من الفئات أن تسيطر على الحركة وتحرفها من الواقعية إلى الدكتاتورية. فإن الحركة بمجرد أن تسلطت عليها فئة وانتقلت من الواقعية إلى الدكتاتورية، بمجرد ذلك الحركة تموت. وحتى إذا كانت باقية في الحياة صوريا ولا تنتهي إلى نتيجة، إني قد رأيت في العراق قبل الانقلابات العسكرية الغربية، ولو كان الاستعمار البريطاني مسيطر على العراق في ذلك اليوم أيضا، لكن الاستعمار لم يكن بهذه الشدة وبهذه الحدة وبهذه الفظاظة التي جاء بها من أسموا أنفسهم الجمهوريين ولم يكونوا جمهوريين. لا الكريم ولا السلام ولا أخوه ولا البكر ولا من بعده صدام
وإنما هم عملاء لبريطانيا وإسرائيل وأمريكا، مع ترجح هذا على ذاك مرة وذاك على هذا مرة، والتساوي في الحكم مرة ثالثة. فأحيانا يرجح كفة البريطانيين كما في عبد الكريم قاسم وفي أحمد حسن البكر، وتارة ترجح كفة الأمريكيين من الإسرائيليين كما في عبد السلام وصدام وهكذا. وعلى أي حال، في أيام الملكيين كانت هنالك أحزاب، سواء منها من سميت بالأحزاب الإسلامية أو من سميت بالأحزاب الوطنية والتقدمية، وهذه الألفاظ المعروفة الشرقية والغربية. هذه الأحزاب كلها سقطت، لأنها من أولياتها أن تسلط عليها فئة استعمارية تأخذ زمام الحركة، فلا انتخابات حرة ولا كفاءات ولا توزيع قدرة. وهذا الشيء يجب أن نعتذر بها في الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية يجب أن تكون فيها قدرات وقوى متكافئة ومتقابلة ومتنافسة، لكن تنافسا على الخير لا على الشر، على الجودة في العمل، على جلب الجماهير، على ترفيع المستويات. وكما قال الله سبحانه وتعالى في 3 آيات من القرآن الحكيم، حيث يجعل التنافس بين المؤمنين والأخيار، وفي آية كريمة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية ثالثة: فاستبقوا الخيرات. وعلى كل حال، اللازم في الحركة الإسلامية مراعاة السلام بين الفئات للحركة، فإنه إذا كانت هنالك دكتاتورية السيطرة على الحركة لم يكن هناك سلام، فإن السلام من ولائد القدرات المتكافئة. الفئة الدكتاتورية المسلطة على الحركة والتي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتمكن الحركة من انتخاذ غيرها، هذه الفئة تستبد بالمال، بالسمعة، بالإرادة، بالفكر. وما أسهل أن يأتي الاستعمار ويأخذ بزمام الدكتاتوريين، لأنه ليست الجماهير في الساحة، وإنما 4 أو 5 أو 10 أو ما إلى ذلك. أما إذا كانت الحركة جماهيرية، الاستعمار لا يتمكن من القبض بزمام الجماهير كما هو معروف. اللازم في الحركة مراعاة أمرين: الأمر الأول الأجنحة الحرة والقوى المتكافئة والجماعات المختلفة ذات الاتجاهات المتعددة، وإن كان الإطار واحدا وهو الحركة الجماهيرية، لكن بطبيعة الحال الأذواق مختلفة، فكل له أن يعرض ذوقه في كمال الحرية، في الخطابة، في الكتابة، في الاجتماعات، في الأسفار، وفي غير ذلك. هذه قوة وتلك قوة في قبالها، وقوة ثالثة ورابعة وإلى غير ذلك.
حتى تكون القوى المتكافئة باعثة لظهور الكفاءات والحرية، سببا لأن يعمل كل إنسان حسب اجتهاده، كما نرى ذلك حتى في الفقهاء المجتهدين، فإن الإطار هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ومع ذلك يختلفون في جزئيات المسائل من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، من أول الفقه إلى آخره. وكذلك نرى ذلك في الأطباء، في المهندسين، في الفلكيين، في مجالس الأمة الحرة أو شبه الحرة. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني هو الانتخابات الحرة في داخل الحركة، كل سنة أو سنتين أو ما أشبه مما يقرره الأكثرية. وعلامة حرية الانتخابات لا أن تكون الانتخابات مزيفة كما اعتادتها بعض الدول وبعض الأحزاب وبعض المنظمات. علامة حرية الانتخابات أن تغير الرؤوس، لا أن الرؤوس باقية، وإنما تغير بعض الأشياء التكتيكية، أن تغير القيادة. القيادة إذا كانت في الرأس تعمل كقائمين بالأعمال، وإذا كانت خارجة عن القمة تعمل كأفراد في الحركة لهم كفاءاتهم. هذه علامة. العلامة الثانية أن الأصوات تكون بين قليلة وبين كثيرة، كواحد وخمسين في المائة، خمس وخمسين في المائة، ستين في المائة أو ما أشبه. أما الانتخابات المزيفة التي نجدها في أمثال البعثيين والقوميين ومن إليهم، مما أن 99 صوتا يعطى للرئيس السابق كعبد الناصر أو من أشبه، ثم صوت واحد أو أقل من صوت نصيب منافسه، فإن ذلك انتخاب مزيف وكذب ومغلوط. ومثل هذه الانتخابات ليست إلا تكريسا للديكتاتورية. وقد ذكر أحد علماء السياسة أنك إذا أردت أن ترى هل بلد حر أو ليس بحر فلك ميزانان. الميزان الأول أن ترى القيادة تتبدل كل 4 أعوام مرة. الميزان الثاني أنك ترى أن الناس يتمكنون من التكلم بما يريدون في الشوارع ومن التأليف بما يريدون ومن إخراج المجلات والجرائد كما يريدون. هذان علامتان للحرية، ولذا يجب أن نراعيهما في داخل إطار الحركة. الحركة الحرة بجميع معنى الكلمة، بشرط أن تكون الحرية في الإطار الإسلامي ذات قوى متكافئة وانتخابات حرة وتبدل القيادة. هذه الحركة تأخذ في التوسع والتوسع وفي التقدم والتقدم، وتكون هذه الحركة ملازمة للسلام، والسلام ملازمة لمثل هذه الحركة، حيث حديثنا الآن في السلام وظواهر السلام ولوازم السلام ومعطيات السلام وأسباب السلام. وهكذا
تنتهي مثل هذه الحركة إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.